بسم الله ما شاء الله على سوق التوفيقية ومركز سيل بارودة يا جماعة محافظة البحيرة. سعيد جراج ابو المجراحي اللهم صل على النبي. المي الطيبة دي بكام والله؟ يا ابني دي من حاج اشرف. ايوه البطل كده يا حاج 36 اللهم صل على النبي. ام 40 بقت ب 36. ايوه وراها ذكر يا حاج. وراها ذكر الله يبارك لك. فقد ايه لبن؟ عشرات لبن. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. عشرات لبن يا جماعه. عارف الدور معاي. بسم الله ما شاء الله. الخط كله تبعي. منك تبعي منه تبعي. اللهم صل على النبي. جاموس من اللي خلص. لا جاموس طيب والله. طور يا حجوان هنا. جاموس طيب والله. اللهم صل على النبي. حج رمضان بتحكم زمران الجاموس الطيب برضو. اللهم صل على النبي. جاموس النهارده بسم الله ما شاء الله في التوفيقية يا جماعة ببلاش. هبوط في الأسعار 2003. هبوط في الأسعار الجاموس 2003 الوالد والعشر واللبن. اللهم صل على النبي. تعالى هنا. تعالى يا عم رمضان اهو. ما بجيبش الا المعظمه دي. بيقول لي تعالى هنا. دول عاملين كام دول يا حاج؟ 70000. 70000 دول الاثنين. قد ايه يا حاج محمد بلال؟ 73 ونص. 28 يا خال. 28 و25 ونص. اللهم صل على النبي. صح الكلام ده يا حاج محمد؟ اه الله يبارك. 50000 يا عاد. 50000 الاثنين. اه يعني وقعت 3000 كده. اه لله. لا لله والله. والله انت راجل طيب يا عم تشكر والله. اللي تواصل يا جماعه مع الحاج رمضان بتاع كوم زمراء. الجاموس النهارده فيه هبوط في سوق ابو في سوق التوفيقيه النهارده. اللهم صل على النبي. صار ده والدين الاثنين يا حاج محمد. صور ده صار الحاج مجدي كده عجيب. اللهم صل على النبي. 28 ونص ديت. دي ب 28 ونص. اللهم صل على النبي. تعالى هنا على الدرن اهو ب 50000. ضر طيب والله. بص كده بص هنا. انا حاسس ان المكنه وراها ذكر طيب والله. انا حاسس ان المكنه خفيفه. الله يبارك لك. اللهم صل على النبي. هات بقى ثلاثة الشباب. صوروا 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 ده. ثلاثة الشباب ده. خد خد. صباح الفل يا رجالة. جيت والله بالوان بالله. حاج ابراهيم يا رجالة. اه اه صوروا. حاج ابراهيم بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا حاج. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يبارك لك. ده صنعتها دي يا حاج لبن. ما فيش منها. صباح الخير. نتعرفوا بيك الاول. انا اسمي رضا العربي من المنوفيه. رضا العربي من المنوفيه. نعم. احسن ناس والله بتوع المنوفيه يا عم الحاج. الله يبارك لك. صنعتها ايه؟ ولد ان شاء الله. نتايا ولا دقه؟ وراها عجله. نتايا سلالي. سلالي بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك. قول له المال الطيب ده اهو. دي تجاو بتاعت المنوفيه ايه؟ تجاو المنوفيه يا جماعه. جاموس الوالد اهو بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا حاج. اللهم صل على النبي. الله يبارك لك يا حاج. قلت وراه ذكر ولا نتايا؟ وراه نتايا. حلو نتايا بسم الله ما شاء الله. طب سعرها كام الحقيقي بمرضي الله حاج؟ ب 33100 يا عم. 33100. كنت بايعها ب 34100. ايوه اللهم صل على النبي. باذن الله. وباذن الله هتعدي الكلام ده كله ان شاء الله. الله يبارك لك يا حاج. انت حضرتك تاجر ولا فلاح؟ اه تاجر يابا. الله يبارك لك يا حاج. من المنوفيه. اي نعم. طب ممكن رقم تليفونك؟ لا احسن احسن بهايم واحسن سلال الجمهور. يعني عندك من ده ياما؟ عندي من ده ياما. الله يبارك لك. طب رقم تليفونك عشان المشاهد لو اتواصل معاك. 010 9 4 8 8 4 7 0. نعم. قاعد في المنوفيه نفسها ولا فين؟ في الشهداء في المنوفيه في الشهدي. مركز الشهداء. الله يبارك لك. اسمك ايه طيب تاني؟ عم رضا العربي. عم رضا العربي. ايوه. اي حد يتواصل معاك يا عم رضا تبع قناه المواشي اليوم. انا تحت. بالله عليك تعمل معاه اي وجه. عينيا. الله يبارك لك يا حاج. الناس كلها على دماغهم. صباح الفل ان شاء الله. متشكرين جدا. السلام عليكم يا معلمي. عليكم السلام. ممكن نتعرفوا بيك؟ مصطفى جاني. منين يا عم مصطفى؟ محمد.
كوم حماد احسن ناس يا باشا. طب ممكن نعرفوا الجاموسه دي صنعتها ايه وكام سعرها؟ دي والده ذكر ولا انتاي؟ والده ذكر. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك ذكر، بسم الله ما شاء الله يا جماعه، الله يبارك للي ياخذ الجاموسه دي. اللهم صل على النبي. فلبن قد ايه يا حاج؟ خمسة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، خمسات لبن يا جماعة وراء ذكر، بسم الله ما شاء الله، يا موسى طيبة والله. سعرها كم عمو مصطفى بمرد الله وكيلك ربنا؟ سعرها 32000. 32000، يعني الاسعار النهارده فيه هبوط برضه زي ما سمحت ولا؟ فيه هبوط. ها؟ فيه هبوط. انا سمحت الهبوط 2003. فيه. الله يبارك لك يا معلم. الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله. عامله قد ايه قلت؟ 32000. والله رخيصه بسم الله ما شاء الله. من اسبوعين كان الجاموس وصل 40 و38 فعلا برضه؟ اه فيه. انا صورت الجاموس كان ب 40000 وب 38000. بايعينها ب 46. اللهم ب 46000. من اسبوعين بالظبط. من اسبوعين. يعني النهارده فيه هبوط برضه. بس هي الثانيه دي ايوه كل حاجه طبعا على قدها طبعا. ايوه الله يبارك لك، الله يبارك لك يا معلم مصطفى. 32000 ورا ذكر يا جماعه، جيب فيها خمسات لبن اهي، بسم الله ما شاء الله. 32. الله يبارك لك. طب ممكن رقم تليفونك يا معلمي؟ 010 010 60 88 7979 7979. صباحك زي العسل ومتشكرين يا باشا، نارك ابيض.